الفتنة الله يخليكم، الفتنة أشد من القتل، من عالجوش غلط بغلط كبر منه. حنا كنحاربوا فيروس، الله يطول عمركم، الله يطول عمركم، الله يخليكم، خليكم في بيوتكم ونحاولوا نكونوا واعيين، نكونوا في المستوى ديال الأشياء اللي قامت بها الأجهزة العليا، الله يطول عمركم. شكرا. احنا مع اخواننا، مع الناس اللي محتاجيننا، كنحاول ما امكن نساعد بقدر اللي قديت نساعد به معنويا ماديا، لاننا محتاجين لهاد الخطوه، ولو انها خطوه ما كنبغيش نتكلم عليها. فعل الخير كيبقى بيننا وبين الله، لكن هاد المره بغيناها تكون قدوه للجميع باش اننا نساعدوا باي شيء ممكن يكون مساعده. واهم شيء النصائح، اننا نبقى في بيوتنا وفي دارنا. انا جالسه مع الماس كنحاول ما امكن نستغل هذا الظرف اللي ما كنتمناش يكون دائما باش نجلس مع الحبيبه ديالي، مي كنحاولوا نساعدوا بقدر المستطاع كفنانين. انا بدوري كنوميني الاخت حياه الادريسي، اخي نعمه الحلو، واخي حفيظ الدوزي، بالشفاء ان شاء الله للجميع.